باش انت عندك مدرب يدعو يقول لا اطلب قتل قسامه، وانما يجب ان لا تبقى الامور على حالها. وكان بيان من السابق رفيع يا نبيل المدرب تاعك انت راك تباناليزي في تصريحته، ما هو نورمال قال ما نقتلوش بصح ممكن نضربه، ما قالش هكذا ولكن يفهم الكلام تاعو. هذا الكلام كي محليا يجوز، نقولك عليه يجوز محليا، لان احنا ما عندنا حتى علاقه بالقيم والمبادئ، وهذا عيب كبير. ونحن نفرح ونفتخر باننا شعب عدواني، باننا شعب نصدم لا نعترف بالقيم والمبادئ، واش نورا فيفا واش، هذا عيب كبير. يعطوك تعبك تقدم صوره انك مجتمع متخلف. التهور ماهيش شجاعه، التهور نقص في الحكمه، نقص في الحكمه. البيان تاع التصريح تاع المدرب ديالك يا نبيل يا بلقاسم ما عنده لا ضوابط ولا ولا ولا, 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 ولا قواعد. خرج على الاطار لانه هو تواصل رابري مازال ما تجرحش الهزيمه.